نفسي، أنا اسمي هاني الدقاق، مهندس معماري، بطلت الهندسة تقريبا بقالي 8 سنين، لأن أنا حاليا بقيت في فرقة اسمها مصاري إجباري، أنا اللي بغني فيها وأنا بكمبوز المزيكا اللي فيها بألفها. مصاري إجباري هو الموضوع اللي أنا عايز أكلمكم فيه، فكرة الاسم وإيه تسمينا كده؟ وإيه الدليل عليه أو يعني إيه اللي سمينا كده يعني بمعنى أصح؟ الفكرة الأساسية إن إحنا كنا كلنا بنشتغل شغلانات تانية أو بنعمل حاجة تانية، أنا كنت مهندس معانا ظابط في الفرقة وكان في واحد محاسب اللي بيلعب كيبورد، وكان دايما طول الوقت واحنا بنلعب مزيكا واحنا متجمعين كانت الناس بتقول لنا الله هواية جميلة الحقيقة، بس انتوا مذاكرتك بقى خلي بالك. فأنا فضلت الحقيقة 8 سنين في موضوع ان هو مذاكرتك دي الأهم، وما وصلتش لحاجة. كليتي خلصتها ما حسيتش ان انا يعني شاب مهندس قوي، ما حسيتش ان انا عندي الحتة دي زيادة. أمي قطعتني تقريبا سنتين عشان انا ما بذاكرش. مراتي كانت قفش عليا في الاول او اهلها الحقيقه، هما كلهم طبعا كانوا بيعملوا كده من الحب يعني، هما خايفين عليا او خايفين ان انا ابقى بستثمر وقتي في وقت في حاجه غلط يعني او كده. بعد كده انا الحقيقه في الوقت ده انا كنت شايف حاجه ثانيه خالص، انا كنت شايف ان هو انا عندي حته معينه لو قويتها ورحت للحته دي بالشكل اللي انا شايفه انا ممكن اغير مسار حياتي، ما بقاش مجبر ان انا اخش اعمل مبنى انا مش مبسوط بيها واشتغل شغلانه انا مش مبسوط بيها يعني. اتطور الموضوع بعد شويه، وبعد ما امي قطعتني سنتين عشان ما بذاكرش عشان الكليه، جيت قعدت فكرت كده مع نفسي ولقيت ان هو لا انا هلعب مزيكا، انا هلعب مزيكا. فضيت سنتين قلت اخلص فيهم الكليه والكلام ده كله، وفي السنتين دول هم قررت جدا ان انا هكمل مزيكا، انا اكتشفت ان هو هي دي حياتي وما ينفعش حد يجبرني ان انا اخلصها بشكل انا مش عايزه. ومن هنا جت فكره المسار الاجباري، ان هو انا مش هخلي حد يمشيني بالشكل اللي هو عايزه. ودي طبعا في مصر مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير. دايما طول الوقت هتلاقي في حد بيقول لك ان هو لا انت بتعمل ده غلط، ودايما هتلاقي في حد بيقول لك لا المفروض ان انت تعمل كذا، ودايما هتلاقي في حد بيقول لك يا ابني انت مهندس يا ابني في حد يعمل كده بالصفه ويلعب مزيكا. المهم ان اخر حفله كانت قريب جدا امي حضرتها فيها، امي بكت لان هي حست ان هي ان انا وصلت لحاجه كنت بتمناها بقالي فتره، وان انا تعبت في موضوع زي ده، وان هي كانت غلطان ان هي بتمنعني عن ده. تجربه المسار الاجباري اللي انا خضتها هي دي اللي انا عايز اشارككم فيها. ايه اللي حصل؟ وليه انا اصريت ان انا افضل اكمل التجربه دي؟ وهل بعد ما اصريت هل ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هل لو كنت اشتغلت مهندس كان هيبقى احسن لي، ولا لو فضلت مكمل زي ما انا بكمل كده هيبقى احسن؟ اللي حصل ان انا كان في كذا سبب. لما قررت ان انا اعمل فرقه وان انا اكمل في المزيكا، انا كنت واثق بيني وبين نفسي ان هو انا عندي حاجه زياده، او ان انا ممكن اعرف اترجم المزيكا دي بشكل ما واطلعها على الناس بشكل مختلف جدا. الثقه دي كانت اول حاجه يعني عندي، ان هو انا اقدر اعمل ده حتى لو انتوا مش شايفين ده، انا اقدر اعمل ده. الحاجه الثانيه اللي قابلتني كانت فكره الكومفورت زون، ان انا قاعد في حته كده مرتاح، خلص كليه اشتغل خليج ولا حاجه، اخد شويه فلوس خليج كده وبتاع، واجيب تعمل شويه شغل كده وخلاص. دي كانت بالنسبه لي سهله جدا، انا هخلص الكليه مش هدي، كان عندي ناس قرايبي في دبي وبتاع وخلاص. لكن لما قعدت فكرت لقيتها مش ممتعه خالص الصراحه. انا عايز اروح لحته ممتعه بالنسبه لي، عشان كده لازم اتعب. ودي فكره الكومفورت زون، انت اول ما تلاقي نفسك محطوط في الكومفورت زون اللي انت مبسوط كده بالحته اللي انت فيها،
دي بنتي انا ده موسيقى تصويرة دي بس. اول ما تلاقي نفسك ان انت اتحطيت في حتة ان انت مرتاح فيها ومبسوط حاول دايما تغيرها، لان انت لو فضلت قاعد مبسوط في الحتة دي شوية وهتلاقي نفسك بتنسحب من تحت رجلك السجادة وانت قاعد في حتة تانية ومش كويسة. تالت حاجة قابلتني فكرة اللي هو الريسك. دوسي اللي عارف الفرقة اللي بيلعب دروس دمه خفيف شوية وبيقلش كتير كان دايما يقول لك الريسك يحب الخفية. الريسك على الله. الريسك دايما كنا بنحاول ان احنا ناخد فكرة الريسك مش اننا نعمل الحاجة مضمونة. فكرة ان انت تعمل حاجة مضمونة هتبقى زيك زي اي حد ماشي في الشارع. لا، فكرة ان انت تاخد الريسك يا اما هيطلعك في حتة حلوة جدا يا اما هتقع خالص. دي شطارتك بقى ان انت تطلع في حتة تانية ان انت متقعش خالص، وان انت تاخد الريسك وهو محسوب لحد كبير، وفي نفس الوقت ان انت تحاول ان انت تنجحه بقدر الامكان. اخر حاجة استفدتها يعني من فكرة اللي حصل معايا ده فكرة المسار الإجباري، فكرة العمل الجماعي، ودي حاجة مش موجودة عندنا هنا في مصر خالص. لقيت إن هو إن أنا لو أنا صوتي حلو أوي والناس اللي ورايا دول بيلعبوا غلط يبقى الموضوع كله هيبوظ، أو أنا صوتي لو أنا يعني وحش جدا وهم كويسين برضه الموضوع هيبوظ. فهي الفكرة إن هي حلقات بنجمع بعض كلنا تأثير في بعض. أي حلقة منهم لو كانت ضعيفة السلسلة كلها بتتكسر. الفكرة الأساسية إن هو إن أنا لازم أضمن إن الناس اللي بتشتغل معايا دي هي هتبقى على نفس المستوى اللي أنا عايز أوصل له، وأنا هكون على نفس المستوى اللي هم عايزين يوصلوا له. الحقيقة كانت ورقة كتير أوي بس هو ده اللي أنا فاكره حاليا يعني. تعرفين انا بتاع جونة يعني بتاع هناك قوي. اللي انا عايز اقوله ان هو محدش يحط نفسه ان هو في مسار الاجباري ابدا. لازم انت تلاقي طريقه ممكن انت تتخرج. فكره ان انت تبقى مجبر حتى لو انت حققت كل الفلوس اللي انت مستنيها والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي مش كافيه خالص طول ما انت ماشي في مسار الاجباري وحاسس ان انت مجبر انت تعمل حاجه مش بغصب عنك. دايما خلي عندك اختيار انت هو اللي يبقى ليه بار على اي حد في الدنيا. و كل واحد في دماغه فكره معينه مهما كانت بسيطه مهما كانت بسيطه هو لازم يعني يحققها لازم يحققها، لان هو انت ده اصل الحياه او هي ده جمال الحياه. وهتلاقي ناس كتيرة قوي بتقول لك لا ما تعملش ده الصح وده الغلط. حاول دايما انت تقول لا الصح كذا. شكرا ليكم.